السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بسم الله، نبدأ على بركة الله. نوريكم كيفاش كيطيب أكاجو، نوريكم كيفاش. مرحبا بكم، نوريكم كي كيطيب أكاجو كيجي مزيون. هي نجيب الأولاني، هي نجيب الملحة، نعملوها في الملح في المقلة حتى تسخن. ما خصناش نديرو اكاجو، ما خصناش نديرو اكاجو حتى تسخن الملحه. نحركو في الملحه ان شاء الله باش حتى تسخن، وديك الساعه غنجيب اكاجو ونعملو في المقله ديالنا. وهو الكاجو ديالنا كيف المقله، وكيتحرك بشويه بشويه حتى يتقلى، حيت هو خصو يتقلى بشويه بالمهل باش ما يتهرسش اكاجو. يلا مرحبا، اللي مازال ما تابعوناش في القناه ديالنا يدخل يشترك في القناه ويدعمنا باش يوصل الجديد ان شاء الله. اللي مازال ما دخلش يدخل يتابونا، حيت شحال من بنادم ما كيعرفش يقلع اكاجو. احنا جبنا لكم فيديو باش ما كيعرفش يقلع اكاجو كيتقلى، كيتحرك بشويه ونزيد الملحة حتى تسخن، عاد نديرو فيها اكاجو ونحرك بشوية حيت ما يتهرس، ونحرك جميع الجنوبة باش ما يتحرقناش اكاجو ديالنا. من بعد ما قلينا اكاجو ديالنا، من بعد هو اكاجو ديالنا ملي تقلى مزيون تحرقش. يلا تبارك الله عليكم، نخليكم مع الاكاجو، وما تنسوش تدعموا القناة ديالنا باش تطلع. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.